امرا قبل ما تشوفوا الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياوية بريس. الاسم ديالي العزيز زينزها، متصرفة بجامعة الحسن الثاني بدار البيضاء، مكلفة باستثمار داخل هذه الجامعة، فاعلة جمعوية بالجمعية المركزية للأمراض المزمنة و اتيديونت شيرشوز دكتوراه سوسيولوجي اوبين. كنحاول نوفق ما بين، هي معادله صعبه باش تعادل ما بين الخدمه ديالك والعمل ديالك. من الحمد لله بمسانده ديال الزوج ديالي والابناء ديالي، وكنحاول نوفق العمل ديالي، نوفق ما بين ندير واحد الكليب ما بين الدار والعمل ديالي، واخا العمل ديالي كيتطلب مجهود كبير ووقت كبير، لان ماشي سهله باش انا تكلف باستثمار. حيت كنديروا حنايا دابا كنبرمجوا المشاريع التنمويه اللي كنديرهم في التعليم، دونك سكي فيه كيطلب لينا واحد الوقت كبير، دونك باش انك توفق في هذه المهمه صعيب بزاف، ولكن الحمد لله كنحاولوا نوفقوا ما بين لي دو. نورمالمون حنايا دابا حيت ملي دارت لا فيزيون ما بين جامعه الحسن الثاني المحمديه وجامعه الحسن الثاني دار البيضاء، ولا جامعه الحسن الثاني بدار البيضاء، دونك تم الادماج ما بين جوج الجامعات، سكيفي ولينا حنا مسؤولين عن الاستثمار ديال 18 مؤسسه ما بين مؤسسات وما بين مدارس تربويه، دونك سكيفي حنا دونك كنديروا اول حاجه كنحاولوا نديروا واحد برنامج توقعي للصفقات العموميه اللي كاين كتكون في السنه، ومن بعد كنحاولوا نديروا التتبع ديال هذا الشيء ديال هذه المشاريع هذه الاستثمارات، نحاولوا نخرجوها للواقع، وكنحاولوا نتبعوا حتى المستثمر من ناحيه المستحقات ديالو، كنسهلوا عليه الاداره، دونك كيكون واحد العمل كيتطلب منا واحد الوقت كبير وواحد المجهود كثير. اليوم العالمي انا بالنسبه لي لوي مارس يوم عالمي للاحتفال بحقوق المراه وليس يوم عالمي للاحتفال بالمراه، لان انا ما كرهتش الجهات المعنيه ولا الوزارات المختصه في حقوق المراه انها دير هذا النهار تعطينا اشنو دير لنا واحد الانجاز، تعطينا اشنو تحقق في السنه الماضيه وشنو الاهداف المبرمجه في السنه الاتيه، اشنو غادي اشنا هما هالحقوق اللي السنه الثانيه خصنا نناضلوا عليها باش نحققوها. وفي الاخر كنشكر جهويه بريس اللي عطاتني هذه الفرصه باش، وكنشكر قائد البلاد على راسها قائد البلاد محمد السادس اللي اول مشجع للمراه المغربيه.